السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. ما زال طبعا كلامنا مستمر في سلسلة مشروع تسمين الأغنام. النهاردة اليوم الخامس للغنم، الحلقة الثامنة، اليوم الخامس لوصول الغنم، الحلقة الثامنة إن شاء الله. النهاردة هنتابع مع بعض الحالات اللي عالجناها اول امبارح بالفلور في نيكول. كان في حالات رشح، لاحظ معايا بس عشان النعجه دي وهي واقفه كده كويس. تاني واحده اللي على الطواله، افتكر الوش ده اول وان كنت بصور حالات الرشح، لان دي حقنتها بعد الفيديو ما خلص. لكن ارجع للفيديو كنت موريك حاله الرشح فيها كانت عامله ازاي. ارجع للفيديو كنت بصور لك، شوف العلامة مفيش راس فيها الشكل ده، لان ما كنتش سجلتها قدامك في فيديو، دي اتحقنت بعد ما خلص الفيديو. شوف شكل الخط الابيض اللي في الوش، وارجع للفيديو هتلاقيني كنت مصورها وكنت مصور وشها، وكنت شوف فتحة الانف كانت عاملة ازاي، افرازات. شوف دي واخدة ابرة الفلور ريكول مرة واحدة اهي، شوف النتيجة. ارجع للفيديو بتاع اول امبارح حالات العلاج، وشوف الحالة دلوقت، وشوف الحالة لما كنت مصورها وانا بوري الحاله. شوف كانت الافرازات على الانف قد ايه، كان وشها مليان افرازات. دي 172، انا ما سجلتهاش معاك في الفيديو، بعيد لك الكلام. انا وانا كنت بوريك حاله، كنت وريتك حاله، وبعد كده جيت امسكها ما عرفتش امسكها، ما لقيتهاش، اختفت في وسطي. لكن شوف الحاله ما شاء الله اهي، اتحقنت مره واحده فلور في نيكول، والنتيجه فوق الممتازه الحمد لله. ده علاج مره واحده بس. طبعا في حالات ما جابش معاها نتيجة، الفلور في نيكول من أول مرة ما جابش معاها نتيجة، هتحقن المرة التانية. قلنا المرة الأولى ما جاتش، هتحقن مرة تانية بعد 48 ساعة اللي هو النهاردة ميعاد الحقنة التانية. طيب لنفرض إنك حقنت المرة التانية وما جابتش نتيجة والرشح قاعد. أنا قلت في البداية خالص إن الرشح ده إما إجهاد برد يعني، بسبب إجهاد نقل، بسبب حرارة، بسبب برودة، بسبب طيارات هوائية في النقل، كل ده بيسبب في الأخير برد، بيعتبر تحت اسم زكام معدي وممكن بينتشر في الغنم. طيب الحالة عدتها الفلوريكول مرتين وما جابتش نتيجة، مرة وعدتها بعد 48 ساعة وما جابتش نتيجة، تبقى اللي عندها مش زكام مش برد، اللي عندها ايه؟ طيب اللي عندها ديدان نغف، ديدان نغف، ديدان النغف الفلوريكول ما بيجيبش نتيجة. الفلوريكول مضاد حيوي مش مضاد طفيليات، ولكن في الحالة دي هتبقى انت محتاج ايه؟ محتاج مضاد طفيليات. الديدان النغف عبارة عن طفيليات داخلية محتاجة الايفوماك اللي هو الايفرماكتين السوبر تحقنها، وده ان شاء الله انا جايب الايفوماك. الكل بيسألني ما حقنتش ليه؟ طبعا طالما في حالات مرضية الغنم وهي جاية في حالات مرضية، ما ينفعش تسيب الحالات المرضية وتحقن الحالات الوقائية. الايفوماك كده كده هتحقنه بعد يومين، بعد ثلاثة، بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد اسبوعين هتحقنه، بس لما حالة الغنم تستقر وتعالج الحالات المرضية. اي حالات مرضية بدي لها الاولوية. الايفوماك ما فيش علامة، مش من يوم وليلة لازم تتاخد ابرة الايفوماك، لا، ولكن توفيرا للوقت والجهد. وهنتكلم عن حلقة مخصوص، مش هنشرح الايفوماك ايه ميزته وايه فايدته، ده في الحلقة بتاعته إن شاء الله لما يجي نحل الايفوماك. اختصارا الوقت بس عشان ما نضيعوش الوقت مع بعضينا. في حالات قلنا ما استجابتش، زي الحالة اللي عطست دي دلوقتي اهي، الحالة البيضة دي، دي رشح لسه فيه في مراخيرها ياما. في حالة تانية اللي كانت عينيها تعباها اهي، فيها رشح برضك، فيها شوية رشح لسه، فيها شوية عطس لسه، الحالة ما خفتش بالكامل. ممكن هنعيدها إن شاء الله النهاردة. السمراء الحمد لله مرة واحدة بس اللي اتحقنت، والحمد لله النتيجة كويسة اهي. هنشوف السمراء يقرب عليها اهي، الحمد لله الحالة كويسة خالص. فالحمد لله في الحالات، في نصهم حوالي استجاب، لان حقنت حوالي 10 حالات، ما حقنتش الاربعة اللي في الفيديو بس، حقنت حوالي 10 حالات بعد ما خلص الفيديو. ففي حالات اكتر من 6 7 حالات الحمد لله جابوا نتيجه، وفي حوالي 3 4 حالات ما نتيجه ما جابتش. طبعا هتبان لك دلوقتي ممكن واحنا بنسجل فيديو تسمع عطس وخنفره بتبقى، وكان في واحده صورتها حاولت اصورها بس للاسف ما لحقتش، كانت بتعطس عطس شديد وبتحك مناخيرها في الحيطه، دي علامه على ديدان النغف. فما تعالجتش بعد 48 ساعه بالفلوريكول،
يبقى ما عندهاش برد، يبقى هو سبب الزك، سبب المخاط ده سبب الفظاظ الأنفية. حاجة تانية وهي ديدان النغف، ديدان النغف بتعيش في الجيوب الأنفية وبتعمل هيجان للجيوب الأنفية، بتسبب رشح، رشح جديد، بتسبب عطس جديد، بتسبب بيبقى فيه الأنف بتاكلها يعني، بتبقى عاوزة تحك فيها، الغنمة بتحك في الأرض، بتحك في الحيط، بتحك في الطوالة، بتحك في أي مكان. دي طبعا زي ما احنا شايفين برضك دي 100 لا دي 171، في واحدة تانية هنا اللي هي 172 اهي اهي 172 ما شاء الله، شوف اهي ما شاء الله 100%، دي رقم 172 لو تفتكر شفت النفس بتاعها كان عامل ازاي. لا مش دي، معلش دي 192 172. طبعا في ناس كتيرة بتقول لي بتعلمش ليه بالازرق، تعلمش ليه بأي بخاخ اسبري او جنتيانة زرقاء. اقول لك طبعا ان انا متابع معايا انت بالارقام، انا كنت بعمل كده، دي شغلتي كنت بعمل. الناس كلها اللي متابعني على الفيس كانت بتيجي تلاقي الغرم كلها متعلمة بلازر، اول ما باجي احقن ايفوماك احقن اي حاجة بعلم، اللي بياخد حقنة بيتعلم علامة، بيبقى الرؤية واضحة زي العلامة الحمراء اللي موجودة، بس هو جاية من السوق كده عليها علامة حمراء، بيبقى العلامه واضحه. بس انا دلوقتي حقنت ايفوماك وحبيت احقن مضاد حيوي، هتعلم علامه 2 3 هتكثر علامات، دي اول حاجه. تاني حاجه انت العلامات هتبقى واحده، لكن فين انا بالنسبه ليك عاوزك تتابع بالرقم، كل واحده ليها رقم في ودنها، اما العلامات هتبقى موحده في الكل، كلها تبقى عليها علامات، ما انتش عارف انهي دي ولا دي ولا دي ولا دي، اللي حقنها مره حقنها مرتين حقنها ثلاثه، هتتلخبط معاك العمليه. لكن كده كل حاله انا حاطط الارقام دي مخصوص للمتابعين، لمتابعين القناة، الأرقام دي محطوطة مخصوص لمتابعين القناة، أنا بحطش أرقام، أنا حاطط الأرقام دي مخصوص عشان المتابعين يتابعوا كل حالة برقمها. بس في حالة رقم 172 هنشوفها مع بعض، دي كانت حالة واضحة 171 قصدي 171 تقريبا هي دي، دي 171 اهي 171 اهي، ده رشح خفيف اللي فيها اهو، بس 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 دي رشحة خفيفة اهي، بس اهو اهو فيها رشح لسه، اهو فيها برضك رشح زي ما انت شايف اهي واضحة، بس الرشح يعني خفيف مش زي الاول خالص، ان شاء الله تكون وضحت. دي ان شاء الله ما جابتش نتيجة مع الفلوريكول، تبقى ممكن ديدان نغف وبتحتاج لإبرة الايفوماك. احنا كده كده هنحقن الايفوماك السوبر ان شاء الله بإذن الله مع بعض في حلقة تانية ان شاء الله. وزي ما قلنا كل فيديوهاتنا فيديوهات عملية صوت وصورة عشان تعرف الدواء اللي بيجيب نتيجة والدواء اللي ما بيجيبش نتيجة. طبعا حقنت وما جابتش نتيجة الفلوريكول، بس اهم شيء حقن بالجرعة المظبوطة، سنت لكل 10 كيلو تحت الجلد مرة وبيتعاد بعد 48 ساعة لو الحالة ما جابتش نتيجة. كده انت اطمنت وضمنت ان هو ان شاء الله مش التهاب رئوي. طبعا الغنم الله اكبر في الاكل، احنا عارفين طبعا النهارده وصلنا ل 11 كيلو علف في اليوم، النهارده وصلنا ل 11 كيلو علف في، معلش اسف، 11 كيلو علف في الوجبه، يعني لينا 22 كيلو علف في اليوم، بس انا مش مجهز العلف للاسف لسه، بكره ان شاء الله هنجهز لكم مع بعض على الميزان ان شاء الله، ممكن هنوصل 12 كيلو وممكن يوصل 13 كيلو، انا هنوقف يعني 12 كيلو هنثبت عليها ان شاء الله لغايه ما نوزن الغنم. الغنم احتمال هنقصها، وفي فيديو مخصوص لقص الغنم وفايدته ومميزاته كل حاجة بالتفصيل بإذن الله. كده خلصنا يعتبر من موضوع الإفرازات الأنفية، حالات حقنا حوالي 10 حالات، في منهم حوالي 6 حالات أو 7 حالات الحمد لله خفت، وفي 4 حالات ما خفتش، هي الحالة اللي بتعطس دي اللي هي البيضة دي قلناها من بدري، دي تاني مرة تعطس للفيديو اهي، دي تاني مرة العطس والسنان الأنف شغال فيها، دي علامة 90% على ديدان النغف. بعد إبرة الأيفوماك المفروض في خلال أسبوع المفروض الإفرازات دي بتختفي والعطس بيختفي. إحنا حلينا الجزء الأول وقلنا الحمد لله في حالات استجابت للعلاج وتمام، دي كان عندها برد وخف، وفي حالات تانية لأ هندي الأيفوماك السوبر إن شاء الله. كده كده أنت هتدي الأيفوماك السوبر سواء في رشح سواء ما فيش رشح، ده أي غنم بتدخل تسمين لازم تاخد الأيفوماك السوبر، ولازم تاخد الايفوماكس سوبر على الاقل لو انت جوده كويسه هتستخدم الايفوماكس سوبر، بس لو جودته قليله ايفوماكس سوبر مع الشرب.
وفي النهايه طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.